السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جميل مع هذه المناظر الرائعة اللي غنوري لكم اليوم. ديال واحد البحير في بلادنا، واحد الجريدات في بلادنا عند ديال ماليها. مشيت زرتهم وصورت هذه المناظر الرائعة ديال واحد صاحب خويا، الله ييسر ليهم في هذا الشيء والله يرزقهم من حيث لا يحتسبون، والله يسهل لهم في هذا الشيء. هذه هي الخدمة ديالهم، الله يسهل عليهم والله يسهل على الجميع. وقال لي كيضرب سمارة باش ياكل طرف ديال الخبز، الله يسهل عليه والله يسر له فيه. وناس البادية راه مساكن على قد الحال، واحد راه هذا الشيء باش كيعيشوا. ايوا نتمنى لهم التيسير والله يسر لهم في هذا الشيء، والله يحفظهم من كل شر، الله يحفظ لهم هذه المنتوجات ديالهم والله يوقف معاهم. بغيت نصور لكم هاد المناظر، عجبوني وكنت صراحة ما دايراش على التصوير ملي مشيت لهنا، وعجبني هاد المناظر، بغيت نشارك معاكم هاد المناظر الرائعة. انتما كتشوفوا الساقية كتمشي غير في الطبيعة، تيقدوها مساكن وتيتمروا عليها بيديهم وتيقدوا داكشي بأبسط المسائل اللي عندهم، كيقدوا باش يدوزوا الماء من الساقية اللي عند الفدان ديالهم والجريدات ديالهم. كاين اللي داير الاحواض النعناع، كاين اللي داير خيزو، كاين اللي داير على حساب كل واحد شنو بغا يدير. هذا هو المهم، اللي بغا يزرع في بلادو كيقابلو حتى كيوجدو كيبيعوه كيتمعشو منه، الله يسر لهم الامور، الله يكثر عليهم الخير، والله يجعلوا رزق كثير ان شاء الله لهم ولجميع الناس اللي كاع كيضرب سمير، الله يسهل عليه في اي حاجه بغاها. انتما كتشوفوا هنا واحد بحال العين، هو راه واد منو كيسقي وكيديروا ديك الساقيه. وكاينين العيون وكاين هاد الواد، كاين بزاف تمايا كاينين العيون. هذا الدرا، هذا الحقل ديال الباربه مازال ما وجداتش. وكاين النعناع حتى هويا، الحقل ديال النعناع هو غادي يبان، هذا ديال الباربه. وكاين الشجور، كاين المهم بزاف ديال البساتين تمايا، بزاف فيهم بزاف. هذا ديال الكرموس، ديال الشجرة ديال الكرموس، وهذا الشجرة اخرين عجبوني صورتهم لكم من واحد من في السماء صورتهم. وهذا الذرة، هذا الذرة كان مازال ما واجدش. وهذه الساقية اللي كدوز لعند الذرة وداك الشيء الماء. هذا النعناع، وكاين تما الفجل والنعناع. المهم راكم عارفين شنو كيكون في هاد البحير ديال، وكاملين بيو، كاملين طبيعيين، ما فيهم لا دواء لا والو. هادي تبارك الله القرعه ما شاء الله، القرعه ديالهم تمايا مقابلينها. المهم مقابلين داكشي، وما كاين لا دويات لا والو، داكشي كلشي بيو طبيعي بلا اسمده بلا حتى شي حاجه. يلا كيديروا داك هذا، كيديروا داكشي طبيعي. المهم باش مقابلينه. وهادي حدا العين، صورت هاد البلاصه، هادي حدا العين نيت هاد الواد، هذا هو اللي كيجيب لك الساقيه اللي كيسقيو بها داك هاد المغروسات ديالهم. كاين اللي داير القرعه، كاين اللي داير النعناع، داير الربيع والمعدنوس والقزبور، كاين اللي داير الفجل، كاين اللي داير الباربه، كل واحد باش كيتمعش. هذه الساقيه اللي كتدي لديك البلاصه، انتما كتشوفوها، هذه الساقيه اللي كتدي لديك البلاصه، ها هي راه غاده لديك البلاصه. ومني كتوصل لحدا البحير راه كيبداو يحفروا بالفاس باش كيديروا البلاصه، من يدوز لعند كل واحد عنده طرف ديالو ديال البلاد تما اللي كيقابل وكيدير فيها داكشي اللي بغات نفسه، اللي كيتباع ليه واللي كيتمشى له في السوق. والله يسر لهم الامور، والله يزكي لهم الخير يا ربي، ويسهل لهم كل ما صعب يا رب. هانتوما كتشوفوا كتزوروا هاد المناظر معايا، مرحبا بكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تشاركوا مع الاحباب والعائله، وتشجعوني بلايك باش نعطي لكم الكثير. ومازال عندي ما نعطي دابا، المهم شبعتكم طبيعه ان شاء الله. دابا عاوتاني نرجعوا للطبخ والكوزينه. انا بغيت نسالي هاد الفيديوهات اللي صورت في البلاد معاكم باش تستمتعوا بهاد الحلاوه ديال الطبيعه اللي الروح الامل تيتجدد والروح تيعجبها الحال ملي تشوف بحال هكا الواحد
كيرتاح النفسانية ديال الواحد والروح ديالو تترتاح ملي كيشوف بحال هكا، ماشي بحال الضجيج ديال المدينة والسيارات والكيران والدراري واللعب، وهادي هنا بعدا الهدوء كيجيك واحد الكالم هنايا. الحمد لله، شوف الجمال ديال الطبيعة وسبحان الخالق في هذا الشيء كاع اللي كي يعجز اللسان على الذكر ديال هاد المناظر. تبارك الله، انتما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. ايوا دي هي البلاد ديالنا، راه بزاف فيها، كاين الجبال، كاين الهضاب، كاين الويدان، كاين العيون. تبارك الله على عظمة الخالق، والحمد لله على الرزق ديال الله اللي تيعطي العباد ديالو. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. هذه الباربة كما قلت لكم قبيلة، هذه ها الباربة انتوما، وهذا هذا الدرا حقل ديال راه الدرا. بدا مرحبا بكم معايا كيدير في هذا الكبالة الجنان ديالو هذا. باش يخرج داك ها الدرا انتوما ما ديالو، شاء الله عظمة راه بدا الخالق، تيخرج الكبالة. ما شاء الله على طبيعة غزالة هنا حدا هذا الواد. هذا هذا قصب السكر، انتوما هذا قصب السكر، وهذا الدرا، حقل ديال الدرا. ها انتوما ما شاء الله، ها هو بدا بدا كيدير كيدير باش يخرج الدرا، باش يخرج الكبالة. هانتوما هانتوما، نتمنى هذا الشيء يعجبكم اللي كنقدم لكم، وبالفضل ديالكم انا راني كنصور دابا، وغادا كنصور وكنشوف اللي لقيت كنصورها لكم.